هاي، ازيكم؟ انا هبه حجازي. حبيت النهارده اتكلم معاكم في موضوع يهمكم جدا جدا جدا. سؤال بيجيلي يوميا وفي اليوم 10 مرات تقريبا، الا وهو سعر متر التشطيب بكام؟ يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده ابدا. ما ينفعش اقدر احدد لك سعر متر تشطيب بكام وانا مش عارفه لا احتياجاتك ولا البادجت بتاعتك. الحاجات اللي انا شايفاها دلوقتي على السوشيال ميديا بتاعت الباكجز بتاعت انا دلوقتي لو عندك وحده 200 متر فسعر التشطيب كامل هيبقى كذا، ده مش حقيقي. اللي قدم لك حاجه زي كده من غير ما اعرف احتياجاتك ولا البادجت بتاعتك، ده مش حقيقي يا جماعه. طيب الحل ايه؟ ببساطه، انت ككلاينت هتيجي تتكلم معايا، انا عندي يونت حابب ان انا اعملها بستايل كذا، بادجت بتاعتي كذا، انا هعيش فيها فحابب ان انا الماتيريالز بتاعتي تكون كذا وكذا، او انا هاجرها فمش حابب ان انا احط ماتيريالز عاليه قوي في الفيلا بتاعتي. خلاص انا كده عرفت تو مين بوينتس، احتياجاتك البادجت بتاعتك، بناء عليها انا هقدر اعمل لك ديزاين مناسب ليك انت. ما ينفعش اقدر اقول لك سعر متر من غير ما اعرف انت عاوز مني ايه. اتمنى اكون فدتكم في الكام دقيقه دول، ولو عندكم اي اسئله تانية يا ريت تبعتوها لي. ثانك يو.